هل يشترط بلوغ أميني في الأضحية من البقر؟ هو لم يكن هناك طب الطبع يعني تسنين للبقر ولا كتابة تاريخ المواليد، إنما يقولون كسرت البقرة، يعني هل ظهرت لها سنتان في مقدم الفم بعد سقوط الأسنان اللبنية فيسمى كسرت، حينئذ تحل للذبح. هذا في الغالب يكون سنتين، سنتين إلى شهرين، سنتين إلى شهر، سنتين وشهر، مش تاريخ بالدقة. فالفلاحون والجزارون يعرفون ذلك، يقولون هل كسرت أم لم تكسر.